استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية سمو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني. وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بسمو الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرم وتسخيرها لكافة الإمكانات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. بدوره أعرب سمو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على توجيهه بالموافقة على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون في دخول المملكة لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطته. هذا وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البري لأداء مناسك الحج. جاء ذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات مع قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ. وقدم الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني وساطته لفتح المعبر البري لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية، وعلى أثره وجه الملك سلمان بالسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية. ووجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي، كما أمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي حمود الزيادي. مساء الخير سيد حمود. مساء النور. نعم سيد حمود، يعني كما تعلم بأن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني نجح في القيام بدور الوساطة فيما يتعلق بملف الحج بعد لقائه مع ولي العهد السعودي وبالعاهل السعودي الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين في مدينة طنجة المغربية. يعني هل تتوقع أن هذه الوساطة القطرية ستقود الدوحة نحو الحوار بضمانة تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؟ أنا أعتقد أنه يعني هذه المبادرة وهذه يعني ما تفضل به خادم الحرمين وبهذه التسهيلات هو من أجل الشعب القطري الذي حقيقة تضع سلطات الدوحة أمام العراقيل في أداء فريضة الحج. رغبة من سلطات الدوحة في توظيف سياسي لهذه الشعيرة، وبالتالي محاولة استثمار الابتزاز الذي تمارسه أمام المجتمع القطري للتأثير على الموقف السعودي والدول المقاطعة لقطر. هذا الأمر أعتقد أن هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين وأيضا الخطوة التي قام بها الشيخ عبد الله بن علي في هذا الإطار والتوسط في هذا الإطار هي من القيم النبيلة، وأعتقد وهذا تأكيدا على هذه العلاقة والروابط بين الشعبين وأيضا بين العائلتين. لكن هناك في السلطة وحوال قائمين على السلطة هناك في قطر، أنا أعتقد أنه خط مختلف، ولا أعتقد أن هذه ستكون تغير من الموقف هناك، لأننا حينما نسمع الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي لسلطات الدوحة نرى أمر مختلفا، ونرى مكابرة وتصعيدا في المواقف المعادية للمملكة وأيضا دول المقاطعة الإمارات والبحرين وكذا جمهورية مصر العربية. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الموقف هو اتخذت السعودية رغبة في مساعدة الشعب القطري، وأعتقد هذا ما كانت تؤكد عليه البيانات السعودية وبيانات الدول الأربع في هذا الإطار. لكن سلطات الدوحة هذا أمر مختلف وخط مختلف، ولا أعتقد أنهم هناك حتى الآن في مؤشرات إلى الخروج من هذا الخط السياسي الذي تبنوه. نعم سيد حمود، لا شك يعني لقد سمعنا نبرة يعني سلبية من قبل
قبل المسؤولين في الدوحة حيال المبادرة السعودية، ولكن يعني في حال لم تغير قطر من مسار هذه السياسة ولم تستجب لبقية مطالب الدول الداعمة أو الداعية لمكافحة الإرهاب، يعني توقعاتك يعني ما هو السيناريو المطروح؟ أنا أعتقد أنه يعني هناك سيناريوهات عديدة من بينها استمرار أيضا قاطع، هذا سيؤثر على المدى الطويل يعني على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، العزلة القطرية، يعني السلطة الدوحة تقود قطر إلى عزلة أمام جيرانها وأمام عمقها الخليجي والعمق الاستراتيجي الحقيقي من أجل الأجندات التي تبنتها والتي تطرق في أمن هذه الأوطان، وأيضا بالتالي تنعكس على أمن يعني المجتمع القطري. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنا أعتقد أن هناك اليوم ربما نرى خيارات حتى جديدة، يعني هناك خط في عائلة ألسان، يعني اليوم هو بسيط في هذا الإطار، هو مقبول أيضا أمام المجتمع القطري نتيجة هذا التوسط وهذه الاستجابة، لأنه بادر في هذه الخطوة الإيجابية، وأيضا هناك قبول في أمام يعني الدول في هذا الإطار، وبالتالي ربما يكون هذا جزء من الملف مطروح أن يكون هذا داخل المجتمع القطري وداخل أن يكون هناك تغيير بداخل هناك، لأنه لا يمكن أن تكون قطر معزولة وتنعزل عن عمقها الخليجي من أجل رغبات خاصة لمجموعة تقودها إلى أجندات تضر بأمن قطر وبأمن مجتمعها وأيضا بأمن محيطها، وبالتالي أنا أعتقد أن ربما هناك سيناريوهات عديدة في معالجة الأزمة القطرية ستتبين خلال الأسابيع المقبلة. نعم، من الرياض المحلل السياسي حمود الزيادي، شكرا جزيلا لك.